سلام ومرحبا بكم في قناتي وصفات سومي. في الوصفة تاع اليوم هي هاد الخبز على ما أظن تركي، يجي خفيف ما يحتاج تعجنوه وما تسحقوش لحوم باش تديرو الحشو، تسحقو غير الفورماج. وهاد الخبز تقدروا تاكلوه مع الصباح إذا تحبوا تصبحوا على حاجة مالحة ولا ما كانش الفطور ولا العشاء. وبلا ما نطول عليكم وقبل ما نبدأ الخطوات، رايح نخليكم مع المقادير مكتوبة ومترجمة مثل العادة، وما تنسوش ديروا كابشور ديكران. هنا حطيت 5 غرامات تاع خميرة الخبز مع كاس قريب معمر تاع حليب دافي ما يعادل 200 غرام. انا نقول لكم الغرام لخاطر نكيل فوق الميزان، هكذا باش تعرفوا كيفاش نكيل في كامل الوصفات ديالي. تحبوا تكملوا تحطوا باقي المكونات دوك ولا تسناو حوالي دقيقة باش تتلاع الخميرة تاعكم ومن بعد تكملوا باقي المكونات. كما قلت لكم الحليب يكون دافي ماشي بارد، لخاطر كي يكون بارد ما تدفعش الخميره ديالكم، واذا درتوه سخون بزاف راه رايح يقتل الخميره تاعكم. بعد ما جازت دقيقه حطيت مغرفه كبيره تاع السكر ما يعادل 20 غرام، 3 ملاعق كبار تاع الزيت ما يعادل 30 غرام، وزيدوا حبه بيض. حطيت شويه فرينه مع ملعقه صغيره تاع الملح حوالي 5 غرامات، لخاطر انا رايحين نستعملوا جبنه الفيتا وتاني تاع الشيدر اللي هما ديجا مالحين، كيف ما تستعملوش بزاف الملح. كملت حطيت كامل الفرينه. هنايا الكميه كامل اللي استعملتها راهي 320 غرام تاع الفرينه. انا في الوصفه كتبت لكم راكم رايحين تستعملوا الفرينه بين 320 غرام و 370 غرام، لخاطر انا جربت هذه الوصفه عده مرات وبنوعيه تاع الفرينه مختلفه، وشفت باللي ما استعملتش نفس الكميه تاع الفرينه. انتما بداو ب 320 غرام ومن بعد راكم رايحين تزيدوا مور ما تريح العجينه تاعكم، وباش تطموها راكم رايحين تستعملوا حوالي 3 ملاعق واحد اخرين، وقادرين تاني تستعملوا اكثر من 3 ملاعق. دوكا راكم رايحين تشوفوا باللي رايحه تجيكم تتلاصق العجينه، وعادي لخاطر هكذايا بهذه الطريقه اللي حتجيكم خفيفه ورايحه تريح تمتم. بعد ما تطموا العجينه تاعكم خلوها على جنب حوالي 30 دقيقه، ومن بعد نعاودوا نولوا الوصفه تاعنا. بعد ما تريح العجينه تاعنا نعاودوا نولوا ليها فوق لو بلان دو طرافاي تاعكم، ديروا الفرينه كميه لاباس بها، ومن بعد فرغوا العجينه اللي راكم تشوفوا فيها قريب سائله يعني راهي تتلاصق. ديروا الفرينه، عاونوا روحكم غير بالفرينه حتى تولي ما تلصق لكمش في يدكم، بصح خلوها هكذاك خفيفه، ما لازمش تكون عجينه يابسه، وما تكتروش الفرينه، خلوها هكذاك خفيفه. مع الاول عاونوا هكذا روحكم بون سباتول حتى تولي ما تلصقش في اليدين، ومن بعد كملوا بيدكم حلوها برك. كما قلت لكم ما تسيوش تعجنوها، نتوما ديروا برك هكذايا قسمه، تحطوا الفرينه اللي لازم باش ما ديروش الفرينه زياده على اللزوم. انا راني نزيد في الفرينه هكذا غير بشويه باش تكون عندكم فكره، مي بصح نتوما من الاول ديروا كميه لاباس بها تاع الفرينه هكذا باش ما تقعدوش شحال وانتوما تخدموا فيها. ومن بعد كي تشوفوها بلي ما يشلصق لكم في يدكم حلوها وحطوا الفورماج نصف الكميه تاع الفورماج لداخل هكذاك، حطوا من فوق واغلقوا العجينه تاعكم باش ديروا هكذا كره لداخل الجبن، وغلقوا مليح باش كي تكون طيب لكم ما يخرج لكمش هذاك الفورماج. من الاحسن تحلوها فوق السنيوه تاعكم اللي راكم رايحين طيبوا فيها هاد الخبزه ولا الفطيره ولا بيتزا كيما تحبوا سموها، المهم تجي بنينه وخفيفه. حطوها هكذاك في السنيوه وحلوها باش لخاطر لو كانت حلوها فوق لو بلان دو طرافاي ما تحوسوا ترفدوها، راهي رايحه تروح لها الشكل تاعها لخاطر كيما راكم تشوفوا بزاف خفيفه. كيف من الاحسن حلوها ديراكتومون فوق السنيوه اللي راكم رايحين طيبوا فيها هاد الخبزه تاعكم. انا خلطت صفار تاع البيض مع شويه تاع الحليب، ماشي مشروط ديروا الحليب، تقدروا ديروا غير الصفار، وديروه من فوق تاع الخبزه تاعكم.
ومن بعد كملوا النصف الاخر تاع الفورماج اللي خليتوه دو كوتي. ومن بعد حطوا الخبزه تاعكم في الفرنو يكون على 180 درجه وخلوها حتى تطيب مليح وتتحمر. وهذيك النتيجه بعد ما تطيب الخبزه تاعكم كيما راكم تشوفوا تجي بزاف خفيفه. من الاحسن تنتكل هكذايا سخونه ولا دافيه. واذا استعملتوها من بعد تقدروا تعاودوا تحطوها في الفرن غير شويه قسمة تعاود تسخن وتولي هكذاك خفيفه كيما الاول. مادام ديو العجينه تكون خفيفه وما تكتروش فيها الفارينه ما تخافوهاش ما يشحها تيبس ولا تجيكم معجنه تقعد لكم هكذا خفيفه. فوالا ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتسيوها تاني في رمضان. وان شاء الله تدخلوا لي في التعليق لي كومونتير اذا جربتوها تقولوا لي كيفاش جاتكم. انا نقول لكم شهيه طيبه ونشوفكم ان شاء الله في الوصفه الجايه وسلام.